ومن الإسعافات والطوارئ وطب الإسعاف. رح نروح أيضا للإسعاف، ولكن هالمرة حنحكي عن الإسعاف النفسي والصدمات وكيف كان تأثيرها أكيد السلبي خلال الأيام الماضية. من أول يوم كارثة الزلزال لليوم شفنا كثير حالات خوف، شفنا كثير حالات ذعر بين الأطفال والمسنين والشباب، وصدمات نفسية ودت كثير من الأشخاص للمشافي. صحيح رشا، مواضيع الصحة النفسية بالحالة العادية بتحتل المراتب الأولى بأهمية يعني أو الدول والبلدان تولي لها أولوية وأهمية كثير، فما بالك بالكوارث يعني الطبيعية والزلازل. بما يخص موضوع الزلزال، نحن شفنا حالات كثير من الأشخاص تعرضوا لأذية نفسية وشدة نفسية، وبهذا الوقت كثير يعني الأخصائيين التربويين والنفسيين والمرشدين الاجتماعيين بيكون لهم دور مهم لل التوعية، كيف نحن ممكن نتعامل مع الأشخاص المحيطين، كيف نحن ممكن نتعامل مع هذا الحدث، يعني كيف ممكن نحن نخلي أطفالنا حتى يتعاملوا مع هذا الموضوع. كثير من هاي التفاصيل أكيد رح نحكيها. أكيد نرمين، وأهم شيء اليوم بدنا نركز هيك شوي عن القيم الاجتماعية، القيم الإنسانية اللي نحن اليوم قادرين نصدرها مننا لكثير أشخاص اليوم هنون بحاجتها، وطاقة الحب اللي هي أهم شيء ضمن الفترة اللي عم نمرق فيها. صحيح رشا، شفنا بعض الأشخاص وخصوصا على السوشيال ميديا ارتكبوا بعض الأخطاء وكانوا موضع لوم، وبعد فترة اعتذروا، وهنا كانوا حتى يعني مما يعتبروا المؤثرين والمشاهير. نحكي أكثر اليوم عن القيم الاجتماعية والنفسية. بيسعدنا أكيد نرحب بضيفتنا فاطمة خالد العبدالله، اختصاصية اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير فاطمة، أهلا وسهلا بحضرتك. الشغل الشاغل هلا الصحة النفسية لكل الأشخاص اللي كانوا ضمن المناطق المنكوبة وخارجها، يعني من الكل اليوم تحت هذا التأثير السلبي. اليوم قبل ما نروح للصحة النفسية بدنا نحكي اليوم عن هدول القيم الحلوين اللي شدناهم بالأيام الماضية. شفنا كثير من الفزعات، خلينا نقول شفنا كثير من الحب، في طاقة حب كانت كثير حلوة للناس، حتى لو نحن ما بنعرفها كنا دائما عم ندعي انه يا رب شفاء لإلهم، الرحمة للأموات، كنا دائما انه يا رب انه خلينا نقول جبر خاطر وخلينا تلطف بالأحوال. يعني قد ايه مهم اليوم هي القيم بتبقى حتى بعد هي الأزمة؟ صحيح. هلا أول شيء أكيد بنتمنى الرحمة والسلامة لجميع أرواح الضحايا، وبنتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى، واللطف والسلامة والأمان يا رب لكل سوريا وبلدنا الحبيب. وأكيد بدنا نتشكر، بما أنه عم نحكي عن القيم الاجتماعية بدنا نتشكر المؤسسات والأشخاص اللي كانت موجودة من أول لحظة. صح. وهي عم تقدم وتساعد وتقدم المبادرات لحتى تقدر تنقذ أي حدا هو كان بحاجة للمساعدة. بالعودة للسؤال، نحن عن جد شفنا كيف معنى القيم الاجتماعية ترجمت بهذا الوقت. بدي أقول شغلة، إنه أهم شيء إنه حالة التكافل الاجتماعي هي ليست بحالة غريبة أو جديدة على مجتمعاتنا العربية أو بشكل خاص بمجتمعنا السوري. 12 سنة حرب كانت أثرها كتير كبير على الأشخاص، الأثر النفسي وحتى الأثر المادي. كمان بعد يعني إجت كوفيد 19، بعدها إجت محنة الزلزال أو هي الجائحة كمان، يعني هي تعتبر كارثة أكيد طبيعية، وطبعا المساعدة والمبادرة فيها واجب، وتم اعتبار الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الصراعات هي من الأشياء الضرورية يلي الأشخاص لازم أنه هي تتطوع وتقدم المساعدة. شفنا كتير فرق تطوعية ومؤسسات اجتماعية وحتى الوزارات، وزارات الحكومية كمان هي قدمت كتير من التسهيلات، أكيد تشكر على ما قامت فيه. كتير تم التعاون ما بين الجهات، تجسير العلاقة ما بين المجتمع والمؤسسات ومؤسسات الدولة أكيد. فالقيم الاجتماعية بتلعب دور مهم، بتلعب دور بارز بالسلوك الإنساني. وأكيد شفنا اليوم التكافل الاجتماعي كيف بلش، وكيف يمكن من على مستوى الشخص أو الفرد، كيف أنا ممكن عندي بيجامتين فأنا ما باخذ بيجامة وبقدم الثانية للأشخاص اللي هي متضررة أو الأشخاص اللي بحاجة. فكانت عن جد يعني رغم الألم
بس كان في اشياء حلوه شفناها اليوم بمجتمعنا. صحيح. فاطمه عم تحكي عن الجانب المشرق والضاوي اللي نحن نفتخر فيه خلال الزلزال، وكان هو تكافل المجتمع السوري مع بعضه والمجتمع الاهلي، ولكن ظهرت يمكن بعض الاخطاء فينا نسميها الاجتماعيه او الاخلاقيه بالتعامل مع الزلزال على السوشيال ميديا، كونه هي دائما السوشيال ميديا بتعكس صوره غلط اذا بدنا نقول. اليوم برايك شو ابرز يعني كيف اليوم الشخص لازم يتعامل بموضوع الكوارث الطبيعيه مع المجتمع المحيط فيه؟ شو لازم شغلات لازم يشارك فيها؟ وين مثلا الشغلات لازم يوقف يعني انه لا هون ستوب، نحن ما لازم نحكي بهي المواضيع، ما فينا نمزح، ما فينا نتعامل او نتجاهل هي الكارثه؟ شو هي الاخطاء اللي شفتيها او رصدتيها بهذا الموضوع؟ اكيد لا شك اليوم مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا عم تلعب دور مهم بحياتنا، واكبر دليل انه نحن اول ما بنعمل تشيك على الموبايل قبل كل شيء صرنا معتمدين على فيسبوك، واتساب، انستغرام، تليجرام، ايا كان لهو يكون المصدر الاساسي والحقيقي والرسمي لحصولنا على اي معلومه. واكيد بنعرف انه مواقع التواصل الاجتماعي هي عم تحمل اكيد اشياء صحيحه او قد تكون خاطئه، ولكن تم الاعتماد عليها بهي الفتره بشكل كثير كبير. والدليل على هذا الحكي من فتره الجائحه او من فتره هي المحنه، قالوا انه يوم 10 و22 هن من اخطر الايام يلي بهي الفتره. فشفنا انه في ناس عن جد نزلت وصورت بالمحافظات المنكوبه انه هن ب 22 الشهر كانوا نازلين من بيوتهم والحدائق والشوارع كانت معبايه وما صار شيء. وغير المنكوبه كمان يعني في محافظات ما صار فيها شيء، حمص، الشام، يعني انا وصلتني صور حدا يعني اصدقاء بالجناين عاملين خيام نازلين اللابتوب، صح، ورغم انه هن نازلين هربانين في يعني في قاعدين قاعده يعني يعني شر البليه ما يضحك كان بهداك اليوم عن جد يعني. صح. هلا اكيد يعني الحذر واجب، وبس في اشياء يعني ما لازم ناخذ وخلص انه يتم التسليم بهي بكل شيء بنشوفه بكل بوست او بكل صوره بتنزل، لانه ما يعني ما انا شيء موثوق. فنحن اكيد فينا ناخذ هي الاخبار الموثوقه حسب صفحات رسميه او تطبيقات او اي ابلكيشن هو هلا صاروا جداد انه نحن ممكن انه ينبهنا. ولكن نحن بلشنا نسمع خبراء يعني على لسان الاشخاص المحيطه فينا انه اليوم على الساعه 6 بده يصير في هزه او بده يصير زلزال، فهي الاشياء بلشت تتناقلها وبلشت تاثر وتعمل ذعر وخوف وهلع عند كثير من الاشخاص. يعني من فتره ب 22 الشهر الساعه 12 اتصلت فيني احد الفتيات قالت لي انه هي ما عم تقدر تنام لانه هي خايفه، اصابتها نوبه هلع، لا حدا من اهلها قدر يهديها ولا حدا حتى من هي النقطه بسبب تاثير السوشيال ميديا. هذا اللي عم تحكي انت فاطمه، عفوا يعني لنلخص هيك الفكره وتكون اوضح للمشاهدين، انه اليوم موضوع التحليل يعني نفتي بشيء نحن ما بنفهم فيه او حتى النسخ واللصق لاي بوست نحن بنشوفه بصفحات عامه هي من فينا نسمي انه هي الاخطاء الاخلاقيه اللي احنا عم نسميها لما ننشر الذعر والرعب بين الناس. اكيد طبعا. فهم بيكون اكيد في مسؤوليه كبيره طبعاً. على الشخص، ما بقت نحن مثل اي بوست عادي احنا عم نعمل نسخ لصق ونشاركه على صفحتنا. بس في شغله مهمه كمان بدي نوه عليها بالنسبه للاعلاميين او الاشخاص اصحاب المنصات، عم تستهدف هذا الموضوع او عم تستغله لحتى تجمع لايكات او مشاهدات. هون رجعنا للبند الغير اخلاقي، بدهم يشوفوا طفل احكي لي تجربتك او شو كان شعورك وانت تحت الانقاض. يا جماعه عن جد لا تسالوا حدا طالع من تحت الانقاض شو كان شعورك او كيف فقدت اهلك. مو هدفنا اليوم، هدفنا اليوم هو انساني، مو هدفنا انه نحن نجمع لايكات او نزيد من عدد المشاهدات. فبس ننتبه لهي النقطه، حب الشخص انه يشاركنا بتجربته خليه يشارك وباريحيه، بس ما تطلب منه انه يجي يحكي قصته او التجربه تبعيته على الهواء او على الكاميرات. للاسف فاطمه صار في استغلال كثير لهي النقطه، وبنرجع للبند اللي بلشنا فيه محورنا لليوم اللا اخلاقي. يعني حكينا اليوم نحن بوضع اخلاقي كيف عم يتم التعامل بيننا وبين الاشخاص بالمناطق المنكوبه، واليوم عم نشوف بدي الضفه الثانيه لا اخلاقي من خلال استغلال الاطفال، من خلال استغلال نشر الاشاعات لجمع اللايكات وبالنهايه المردود المادي. اليوم الناس عندها حجه بتقول لك انا ما عندي ثقه
ان كان مثلا بالجهه المعنيه بالموضوع، واليوم وين بيقولوا لك اياها بالعاميه، وين كان المركز قبل الوقوع؟ يعني ليش ما كان في تنبيهات؟ وهذا الشيء خلاهم يروحوا اليوم ليصدقوا تنجيم، ليصدقوا علماء الفلك، ليصدقوا اي حدا ممكن يقول لهم طلعوا من بيتكم وامشوا يعني، فالقصه اليوم بدها شويه وعي. أكيد. خلينا ننتقل لنقطه كثير مهمه، كنا عم نحكي باول فقرتنا الفقرات الصباحيه عم نحكي عن الاسعافات الاوليه وثقافتها قديش مهمه حاليا بالوضع اللي عم نعيشه، ايضا ثقافه الاسعاف النفسي الاولي جدا مهم، وشفنا حالات اليوم كانت للأسف يعني مدمرة. صحيح. شفنا حالات موت يعني لبعض الأشخاص ببعض المحافظات. خلينا نحكي اليوم على الكورس اللي بلشتوا فيه وشو كان الهدف منه. أكيد اليوم نحن بنعرف أنه الدعم النفسي والاجتماعي هو بالحالات العادية هو مطلب مهم، فما بالنا اليوم نحن تحت أو أصابتنا منحة أو شيء ألم فينا كلياتنا، فالاستجابة كانت واجب على كل شخص مختص اجتماعيا او نفسيا او حتى تربويا. يعني نحن اليوم بسبب هي الجائحه اكيد في اشخاص طلعت هي من تحت الانقاض هي بحاله ذهول او حاله من عدم التصديق، انه هل انا ما زلت على قيد الحياه او بعدني تحت الانقاض او انا غادرت. ففي كثير اشخاص بتصيبها افكار وسواسيه، فاكيد الاستجابه بهي الحاله الاستجابه النفسيه ضروريه، ولكن اكيد في اشياء اساسيه ورئيسيه حسب هرم ماسلو للاحتياجات الانسانيه، انه تامين المستلزمات الاساسيه الفيزيولوجيه، ماكل، مسكن، امان، وبعدها نحن اكيد بنكون كمختصين نفسيين او اجتماعيين عم نتعامل مع هي الحالات. اكيد الهدف منه كثير عظيم. نحن بالفترة القادمة على البلد أكيد الدعم النفسي هو رح يكون آخذ مركز أو محتل مركز أولوية. أصلا نحن كتير بحاجة يعني بعد 12 سنة حرب وكل الضغوط النفسية والاقتصادية وبعد الزلزال، فأكيد يمكن كل المواطنين السوريين بحاجة. طبعا أكيد هو هدف هذا الكورس أنه نحن نعرف أكثر عن الصحة النفسية وكيف نحن ممكن نعمل صحة نفسية وكيف ممكن نتعامل مع أشخاص هي كانت تحت هذا التأثير أو كانت ضحية أو حدا ناجي من هي الكارثة. فأكيد التدخل بهي المرحلة بيكون كتير مهم، وحسب ما قالت منظمة WHO أنه الأشخاص يلي بتتأثر بصدمات وبتضل مستمرة بدون أي تدخل فهي تستمر لمدى الحياة حسب، وهي اكيد بدي اقول انه هي بترجع لمرونه الشخص. يعني نحن اليوم يمكن تعلمنا شويه تكنيكات او شويه اساليب واستراتيجيات لحتى نقدر نتعامل فيها مع الشخص المصدوم او حتى نقدر نتعامل فيها مع الضحيه او الناجي، خليني اقول. فهي كانت استراتيجيات مدروسه، استراتيجيات ماخوذه من دراسات وخلاصات دراسات وابحاث كثير كانت مهمه بتصب اكيد بمصلحه الشخص وسلامته النفسيه. طيب فاطمة خلينا يعني نعرف أكثر عن هي الاستراتيجيات اليوم، كيف ممكن مو كل الأشخاص اليوم قادرة توصل لأشخاص يدعموها نفسيا أو لداعمين نفسيا، خلينا نحكي عن طرق اليوم ممكن احنا نتبع على تخفيف من الآثار النفسية اللي سببها الزلزال. أكيد اللي تسبب فيه أو الآثار اللي رح تطلع على الأشخاص هي يمكن صدمة نفسية، نوبات هلع، قلق، توتر، هدول رح يضل عايش فيهم، ممكن هي تكون لفترة ويعني تم تحديدها لمدة 3 أشهر، إذا استمرت فهي بحاجة ل بس عفوا يعني فاطمة حتى فترة 3 أشهر هي صعبة اليوم على الناس، يعني عن جد الناس يعني ما بدي أقول شريحة واسعة وكبيرة. صح. اليوم هي خايفة من موضوع الزلزال وتداعياته، مع أنه هنا أشخاص واعيين وبالعادة يعني جابهوا كتير قصص خلال الحرب بس ما انهزوا قد ما انهزوا بموضوع الزلزال، فموضوع حتى 3 أشهر أنه أنا ممكن ضل بهي الحالة هي كمان بالنسبة لهم أنه عن جد مشكلة يعني صعبة. نحن ما بدنا نستمر فيها 3 شهور، إذا استمرت 3 شهور هلا أنا بقول إنه الأشخاص اللي عندها مرونة نفسية هي رح تخف تدريجيا. اليوم نحن شفنا إنه هذا الهلع أكيد مو نفسه يلي صابنا بأول مرة، وتجربتنا أو تكرار التجربة بتخلي عنا خبرات سابقة بنسميها. طيب أنا كيف تعاملت، كيف تصرفت؟ شفنا كتير يمكن أنا وأنتو من هدول الأشخاص اللي كان في عندها صعوبة بالتهدئة وإنها ترجع تنام. شفنا كانت هي الكارثة بلشت الساعة 4 الصبح، فأغلبنا كنا نايمين وفقنا على صدمة. في أشخاص كانت كتير صعب عليها إنه هي ترجع تهدي حالها وتنام، وظلت مستمرة معاها لمدة أسبوع.
نرجع نراجع حالنا ونقارن نفسنا بهذاك الأسبوع. الأشخاص اللي بلشت تخف عندهم فهدول الأشخاص أكيد في عندهم مرونة، والأشخاص اللي هي صعب إنها تقدر تخفف من هذا الشيء فهي ممكن ننطر 3 شهور، لأنه نحن هلأ بفترة إسعاف نفسي أولي، وبعد الإسعاف النفسي الأولي يأتي الدعم النفسي. فنحن مننتظر لحتى أنه نأكد أنه هي اضطراب، قد تكون اضطراب أو مشكلة تحتاج للتدخل الطويل المدى. يمكن فاطمة اليوم الشريحة الأهم هي الأطفال، وهي دائما نقول نحن الحلقة الأضعف، يعني اليوم الأعمار الكبيرة كان أكيد أنهم تحت هاي الصدمة حيكونوا، ولكن العمر والتجربة بالحياة حيقدروا يقدموا لهم بعض المساعدات. ولكن أنت اليوم عم تتعاملي مع طفل ما بيعرف شو يعني زلزال، يعني هاي الثقافة ما عنده إياها، إنه أنا بدي فيق لا الدنيا عم بتهز فيني وأهلي عم يهربوا والناس تحت الأنقاض والبنايات عم تنزل، يعني هذا المشهد يترخ بذاكرته بجوز ما يقدر ينساه بحياته يعني. فهذا الطفل في كتير خلينا نقول دبلوماسية بالتعامل معه. اليوم شو أهم الأساسات، خلينا نحكي بالأساسات النفسية لدعم هدول الأطفال؟ طبعاً هي المحنة أو هي الجائحة هي أثرت على الجميع إن كان كبار وحتى الأطفال الصغار. نعم. تقريبا نحن هذا أول زلزال بنشهده بهذا العنف. نعم. فهو أكيد أثر وسبب صدمة أولا عند الأهل. لما تكون الأهل هي في عندها هدوء هتكون هي مصدر الأمان للولد. نعم. وأشخاص هي أكيد ممكن تكون مصدر الرعب أو الذعر. اليوم أنا عم بتعامل بمجال الدعم النفسي عم بتعامل مع أطفال، فالأطفال شو عم تحكي إنه هو سحر هو اسمه زنزان، فنحن ما عنا ثقافة وما عنا وعي، الأهل ما عم تعطيها للأبناء أو الأطفال. أول شغلة بدنا نعملها، أول خطوة بعد ما أمن على سلامته وخليه بمكان آمن وأمن له احتياجاته الأساسية، بدي بلش أشرح له بشكل تفصيلي أو بشكل أنه أرضي شقة التساؤل عنده. شو هو الزلزال؟ اشرح له إياها بطريقة علمية، وأكيد إذا ما عرفت ما بخجل وما بكذب على الولد، ما بقول له أنه مثلا هو شيء عادي، أو ما بهول كمان الأمور لحتى أكون أنا عم حافظ على هدوء هذا الولد. شفنا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام هي توجهت بشكل كتير كبير، أكيد لأنه هي جائحة حقيقية. صحيح. ولكن نحن نحاول أنه نحجب وسائل التواصل الاجتماعي عنه. الأخبار ناخد سبيس بيننا وبين حالنا مع أولادنا، نحاول ننفذ أنشطة مع الولد. نحن اليوم أكيد في أشخاص حتى قالت لك أنه هي ما عاد تبعت أولادها على المدرسة. ليش؟ نحن نحافظ على نفس الروتين. وبالنسبة للأشخاص يلي هن تركوا بيوتهم وصاروا اليوم بمراكز يمكن، أو صاروا عند حدا من الأشخاص اللي بيقربوا له، فهن كانوا ماشيين برتم من الحياة واللي صار هو ربكة، فيا أما بده يضل واقف بهاي الربكة يا أما هو بده يحاول يرجع للحالة الطبيعية، بس الاثنين صعبين. فنحن بدنا نبلش نستمر من مكان ما وصلنا، وبدنا نبلش نرسم آليات جديدة نحط، يعني قالوا الأخصائيين أنه أهم نقطة بالوقت الحالي هو أنه نبلش نبني روتين جديد رغم الظروف. أنا طلعت عن بيتي صرت بمكان تاني، فبدي بلش ابني روتين جديد بيني وبين ولادي، زبط وقت النوم، زبط وقت الأكل، وخلي هاي الأشياء تكون منظمة بالنسبة للطفل، لأنه إدراك الطفل ما بيستوعب الكارثة يلي ألمت فينا أو عدد الضحايا الكبير. وأكيد بدي أكد على نقطة الأهل هي أكيد مصدر الأمان، وتكون هي كمان مصدر المعلومات الموثوقة بالنسبة للطفل. صحيح، بيضل الأسرة والأهل هنن ملجأ الأول للطفل. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. فاطمة خالد العبد الله، اختصاصية اجتماعية ونفسية. أهلا وسهلا. شكرا فاطمة ويعطيك ألف